السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى القاكم هذا الفيديو في احسن احوالكم يا ربي، امين. المهم البنات، انا فرحانه بزاف، فرحانه بزاف بزاف بنتي. الله يجعل ربي، يجعل ربي يرزق اي ام في الدنيا يا ربي. صراحه فرحانه بزاف، فرحت بالنيته ديالي وفرحت بنت جارتي. قلت لهم حنينيه ديال 27، ما كتبت نديروها نهار 27 وكان درناها 28. المهم هي نفرحوا. علاش اخرت 27 ديال بنتي؟ بانني ما وجد ليش القفطان. جات يعني حتى نهار 27 اللي ديالنا حنايا. المهم ماشي مشكل، المهم هو نفرحوا بالبنوتات. كي كتشوفوا البنات انا راني كنحني لهم، واخا ماشي شي حنه البنات صراحه، يسمحوا لي الحنايات ديالنا الكبار، الله يعطيهم الصحه، الله يعطيهم الصحه. صراحه صعيبه شويه، ولكن هكاك فرحت بالبنات. واخا ما كنعرفش نهائيا البنات تحني، ولكن درت داكشي اللي كنعرف. هكا كانوا البنات فرحانين، وبحالي ما عرفش شنو درت لهم، فرحوا بزاف 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 البنات. وفرحنا وشطحنا وكلينا وشربنا اللي كتب الله، وفرحنا بالبنيتات. وتا هما فرحوا وجاتهم قداش، ودرت لهم واحد العشيه غزاله. الصراحة البنات البنوتات حنانات، الله يجعل ربي يرزق اي ام في الدنيا يا ربي. انا الصراحة البنات كانت عندي امنيتي، كانت امنيتي كنقول يا ربي من نتزوج يعطيني ربي بنيته. والحمد لله عندي جوج وليدات، ودابا عطاني ربي بنيته. اللهم لك الحمد والشكر لله. راكم عارفين الاولاد هادشي ديال 27 ما كيبغيو يلبسوا، خصوصا ولادي ما كيعجبهم يلبسوا، ما كيعجبهم يحني، وما كيعجبهم يلبسوا. المهم هادشي ما كيعجبهمش، ولكن البنوته الحبيبه ديالي كتحماق على هادشي، وكتحماق للتقاليد ديالنا، وكيعجبها هادشي ديالنا حنايا. واخا كتهبط المغرب صغير، يعني عمرها ما شافت هادشي. يعني كنت كنهبط المغرب، عندها عامين نهبطت المغرب، دابا مي كانت عندها عامين ما هبطت، عامين وثلاث سنين. والمهم كيعجبها هادشي بزاف، كيعجبها هادشي ديال المغرب، الحنه، هادشي كامل ديال المغرب كيعجبها. المهم هكا فرحنا بالبنات وعجبهم الحال بزاف. وانتم كنتمنى تكونوا فرحتوا في هاد 27 وفرحتوا بوليداتكم. خاتم جديد لازمنا، خاتم جديد لازمنا، وافتح الباب لالا، وافتح الباب فوجا الحباب لالا. ودابا البنات غادي نوريكم شنو شريت البنتي صابرين لهم وكل شيء. غنوريكم غير هادشي اللي كيخص اكثر، هي كيخص البنات. المهم البنت كي كتشوفوا هنايا خديت لها هاد التاج، هذا اللي واحد التاج هكا ديال البنيوتات، وخديت لها هاد العقيق هذا حتى هو، وشريت لها معاه القفطان.
وهذا واحد بحال العطر، هو كيدير واحد البريو زويون اللي كتضربيه في الحوايج والعدس كيخليه بريو. هذا خلاص عطر حتى هو ديالها. شريت لها هادي تايد هاد السينتا هادي ديال الشعر، خديت لها هاد البوندو، خلاص هادو دياولي. عندي لها غير ريسيل وكلوز، وعندها السويك هذا يعني كتجمع فيه عندي داكشي ديالها. واش دايره فيه اصلا يا اختي؟ يا اختي اش مخبعه فيه؟ دايره فيه ساعتها ودميليش شنو اخر حوالق دياولي، ودايره فيهم الحلاقات دياولي اللي عديت يعني ماشي ديال الدفغير ديال بلعاني. ايوا وعندها تصني ديالها حتى هي كي مزيونه، جات لها مع صغدي مع القفطان وهالمشيطه ديالها. وهادو هما حوايج العيد طبعت الحال. خديت لها هاد الجيلي هذا مع التيشورت مع الشورت ديالو، والتيشورت ديالو حتى هو كدير واحد لبسه زويونه هكا، وتسعى نلبسها لها مع التسنة ديالها هادي، ولا ناخد لها مع السبرديلة ديالها اللي عندها كتلبس دابا. المهم البنات هادشي اللي كان قدمت ليكم، وكنتمنى تقبلوا عليا. تنقفت قال انا وليت تنقفت حتى ليامي. خلاص هاد ليزر هذا ديال العرس ديالي البنات راه عنده تقريبا عنده دابا عنده شي 12 عام من درت العرس، هو مازال محصاب دابي مازال يعني ما كنفرشوش بزاف صراحه. جبت معايا من المغرب، كيعجبني انا هادشي ديال الطرز الفاسي كيعجبني بزاف، غزال يا اختي. بلادنا ما كاينش بحالها، وهادشي ما عمري شفتو في حياتي صراحه، هادشي غزال. وكل كتشوفوا هنا درت واحد الطبيله وجمعت فيها يعني هذا عود القماري، داير هنا شويه ديال البخور والورود طبعا الحال، والحنه والورد والشميعات حتى هما جاتهم من المغرب من مدينه فاس مولاي ادريس. زوين هادشي كيحمق 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 هادشي. المهم البنات هادو كنت عندي فيهم واحد الشميعات وليت ما درتش، اكتفيت هادو بجوج. وهكا كانت الطبيله ديالي، وهذه هي البليصه ديال لاله صابرين اللي عادي ان شاء الله نحني لها. ايوا يا الله هاد الكوزينه بغيت نقدم معاكم واحد غريبه اللي كتعجبني وبغيت نشاركها معاكم. صلي على محمد صلي.